حكاية حب من تطوان هي عنوان قصة واقعية دونت سطورها وخلدت حكايتها داخل أسوار الحمامة البيضاء بين الراحلين مصطفى الملاحي وأم كلثوم جديدي. قصة زوجين كانت تربطهما علاقة متينة منذ نعومة أظافرهما، جمعهما القدر على سنة الله ورسوله وربطتهما الألفة والمودة والمحبة الخالصة، وكانا مثالا للرفقة الحسنة والمعاملة الطيبة والاحترام المتبادل. اللي كنا باقي صغار وباقي كنعقلوا حتى على العرس ديالو مع الام كلثوم، عودنا انه كعلاقه زوجيه مع السيده ديالو، دائما الوالده ديالنا كتحكي لنا بان هذوك الناس كانت كتقول لنا سي مصطفى مع الام كلثوم الله يرحمها كانت كتعطيهم واحد الفكره كانهم دائما في شهر العسل. متينة اللي كانت عنده مع الزوجه ديالو وحنا كنا كنشوفوا داك الشيء، يعني كنا كنقولوا يا ربي ترزقنا حنا شي يعني شي حياه سعيده بحال ديك بحال هذا النموذج هذا، لان كان كيعطيهما مثل اخر. وكتب لهما في اخر لحظات حياتهما ان يلازما فراش المرض معا قبل ان تسلم روح السيده ام كلثوم الى بارئها وتنقضي ايام حكايتها في الدنيا الفانيه. ومن شده حبه لها لم يستطع مصطفى الملاحي تحمل رحيل رفيقه دربه ليرافقها بعد ايام قليله من وفاتها الى الرفيق الاعلى. عباره عن قصه حب بدات من الصغر وبقات كتنمو وكتكبر. كنظن ان الاستاذ نزار يعني حط الاصبع ديالو على 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 مكان الالم، التعبير عن هذه المحبه الصادقه المنبعثه من القلب ديالو، الحنين ديالو، الابوين ديالو، ثم ماذا مجسده في ماذا في المحبة اللي كانت بين الأبوين ديالو. كنت كنشهد على بعض الارتصامات اللي كانت يعني بيناتهم وبعض يعني التجاوب اللي كان بينهم يعني في المجال ديال الحب، لدرجة أن حتى العمل سبحان الله أنه كانوا يعني كيشتغلوا يعني هو في منصب إدارة وكانت هي طبعا المساعدة ديالو، فيعني ما كانوش كيتفارقوا ولله الحمد. ارتبط اسمهما بالحب والسخاء واقترنت علاقتهما بالثقة، فقد كانت ترافقه زوجته أينما حل وارتحل، فكل من عاشرهما يعلم يقينا أنه إذا أحب الرجل امرأة سقاها من كأس حنانه، وإذا أحبت المرأة رجلا أضمأته دائما إلى شفتيها، وأنه كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب. هي علاقة لعلها أن تكون نموذجا كان قليلا الحضور في كثير من العوائل داخل هذه المدينة. علاقة الحميمية، علاقة التصافي. لا أنسى هذا الرجل لأنني عهدت فيه الصدق والحب، لا أنسى ذلك الوفاء الذي كان يكنه لأسرته وخاصة لزوجه رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. إذن هي قصة حب ستظل مثالا يقتدى به في الرحمة والألفة بين زوجين، وستبقى ذكرى طيبة راسخة في أذهان سكان الحمامة البيضاء عبر التاريخ. رحم الله الفقيدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.